شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول موضوع التبعية الثقافية، ونتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى ضمن مباحث ثلاثة. المبحث الأول: التبعية في إطارها الكلي. المبحث الثاني: التبعية الثقافية. المبحث الثالث: كيف نواجه التبعية الثقافية. أما حول المحور الأول، إحدى المخاطر الكبيرة التي تواجه المجتمعات وتواجه الأمم، مشكلة التبعية، تبعية الأمة الضعيفة للأمة القوية. هذه المشكلة تتفاقم خطورتها إذا لاحظنا أن التبعية في كثير من الأحيان لا تتوقف عند حد معين، وإنما التبعية تستمر وتستمر إلى مرحلة الذوبان الكلي.
الأمة الضعيفة في كثير من الأحيان تذوب ذوبانا كليا في الأمة القوية، وهوية هذه الأمة الضعيفة تمحى، كيانها يمحى، هنا تتفاقم خطورة هذه الظاهرة. من الممكن أن التبعية تبدأ بالتبعية الاقتصادية، ولكن هل تتوقف عند هذا الحد؟ الله تعالى في آية وضمن إشارة إلى موضوع بالنسبة إلى ذلك الموضوع يقول كلا. الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يقنع أن تكون تابع لهم من الناحية الاقتصادية، هذا لا يكفي. أن تكون قمر يدور في فلكهم من الناحية السياسية، هذا لا يكفي. أن تكون مقلد لهم في الظواهر الاجتماعية، الله تعالى يقول هذا لا يكفي. ولن، لن كما في الأدبيات لنفي الأبد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا. أي لن شنو معناها؟ فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. الله تعالى يقول بين قوسين ولن تفعلوا، لن شنو معناها؟ نفي الأبد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتباع الملة شنو معناته؟ يعني الذوبان الكامل، يعني أن تكون صديقا لهم، هذا لا يكفي، يجب أن تكون منهم، يعني يهودي. اليهودي لا يقبل إلا أن تكون يهودي، والمسيحي لا يقبل إلا أن تكون مسيحي حتى تتبع ملته. أما العلاقات والمجاملات والذهاب والإياب، هذا لا يقنع. وفي آية أخرى الله تعالى يقول حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إذا يتمكن، لا يقنعون منكم بحد معين. الشيء الذي يقنعهم أن ترتدوا عن دينكم وأن تتخلوا عن دينكم. مثلا هذه من القضايا التاريخية التي حدثت في إيران في قضية التنباك. ماذا كان الهدف؟ شنو كان الهدف؟ الهدف الظاهري الهيمنة على اقتصاد إيران بعنوان شركة التبغ، هذا هو الهدف الظاهر.
ولكن هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. إذا كان هذا هو المطلوب مجرد اتفاق على التنباك، في ذهني أنني رأيت في بعض الكتب أنه جاءوا إلى إيران، هذا الهدف كان يكفي لتحقيقه، يجيبون أفرضوا 1000 عميل لهم في إيران، في كل مدينة يكون لهم عميل يعني وكيل، يمكنهم 1000 واحد كثير. على ما في بالي قرأت في بعض الكتب أنهم جاءوا إلى إيران 400,000 واحد، هذا لمجرد التبغ يحتاج إلى هذا الكم الهائل، لو هذا جيش احتلال 400,000 واحد في إيران ذلك اليوم. والدليل على ذلك الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول إن استطاعوا، إذا يتمكن، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الدليل على ذلك عندما تمكنوا هم هؤلاء الذين كانوا وراء شركة التبغ، حطموا إيران في كل شيء. يعني حتى لم يقبلوا بأن يكون هنالك شادر واحد على رأس امرأة في إيران. هم هؤلاء ما رضوا هؤلاء أن يكون في إيران حتى مأتم حسيني واحد في عهد البهلوي الأول، منع كل شيء، يعني تذويب، والبهلوي الأول عميل من عملائه، جابوا بعدين ودوا، هم الذين جاءوا به وهم الذين ذهبوا به. نقل لي بعض الشيبة، لاحظوا حتى نتصور هذه الآية، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نقل لي أنه في أيام عاشوراء كانوا يخافون أن يبكوا بكاء، جماعة يجتمعون ويبكون يوم عاشوراء، كيف واحد ما يبكي؟ كيف لا يجتمع مع إخوانه المؤمنين؟ قال كانوا يروحون إلى المقبرة ويبكون هناك بحجة أنه دايبشون على موتاهم إلى هذا الحد. وأحد الشيبة في هذه المحلة اللي إحنا الآن فيها نقل لي أنه أمه لم تخرج من دارها لعدة أعوام، ما أدري قال عامين أكثر أقل، المدة الآن مو ما طلعت، لأنه بمجرد ما كانت تطلع الشرطي كان واقف كان يأخذ عبايته أو شادر بالقوة. في البيوت القديمة حمامات عادة ما كانت، كانوا يروحون للحمامات العمومية، فكانت تضطر أن تحمل ماء في البيت في غرفة وتغسل. وما أعلم نقلت لكم هذه القضية أو لا، أنه واحد نقل لي قال إحنا كنا جماعة مجتمعين باحتياط أمني شديد في غرفة، ما أدري عاشوراء كان 40 كان أي يوم كان، وكنا نقرأ ونبكي على سيد الشهداء، وإذا بواحد يخبرنا أن الشرطي داهم الدار، فماذا نفعل؟
ما هو المبرر؟ أنتوا ليش قاعدين هنا؟ قال الله تعالى فورا ألهمنا، واحد منا تمدد في وسط الغرفة وألقينا عليه شيء مثلا شرشف أو ما أشبه، فإجى الشرطي شاف قاعدين إحنا دا نبكي، قال ليش تبكون؟ قلنا هذا مات، دا نبكي عليه. فاقتنع ورجع. يعني حتى واحد لا يتمكن أن يبكي على سيد الشهداء حتى في يوم عاشوراء. هذا معنى الآية الكريمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وفي الآية الأخرى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. ليش في قضية التنباك ما سووا هاي الأشياء؟ لأن ما تمكن. أما في عهد البهلوي الأول تمكنوا فصنعوا. وهذه الطبيعة وهذه الحقيقة القرآن الكريم يبين سنن وحقائق اجتماعية نفسية تاريخية، هذه حقيقة ثابتة. وبالذات إذا لاحظنا أن الله تعالى يستخدم لن التي تفيد نفي الأبد وتأبيد النفي. فإذا واحد يتخيل أنه هذه التبعية تبعية اقتصادية وتوقفت عند هذا الحد، هذا خطأ. هذه تبعية سياسية وتوقفت عند هذا الحد، هذا خطأ. التبعية تبدأ من نقطة وتنتهي إلى الذوبان الكلي كما فعلوا في أسبانيا. أسبانيا اللي كانت بلاد الحضارة في عهد الإسلام لعدة قرون، دمروا فيها الإسلام تدمير. هذا هو هدف. هذا باختصار حول المحور الأول، التبعية في إطارها الكلي. المحور الثاني، التبعية لها أنواع. هنالك تبعية سياسية وهنالك تبعية اقتصادية وهنالك تبعية اجتماعية. أخطر أنواع التبعية هي التبعية التي تنبع من الداخل. وهذا ما نعبر عنه بالتبعية الثقافية. التبعية إذا كانت مفروضة من الخارج، بالنتيجة التبعية الخارجية لها مدى، لها أمد، يعني يمكن أن يكون لها أمد. ولكن إذا التبعية نبعت من الباطن بعد علاج ما حل ما، إذا واحد داخله تحول إلى مستعبد، العبودية نبعت من داخله بعد علاج ما. هذا في التاريخ يذكرون أنه العبيد عندما حررهم الحاكم المشهور
طبعا الإسلام هو الذي حررهم من قبل، وهنالك فرق كبير بين تحرير الإسلام وتحرير هذا الحاكم. لا علينا بالفار، بس هذا التحرير الظاهري، بس شنو هدفه كان؟ ما علينا. حرر العبيد، أخرجهم من هيمنة الموالي، روحوا أحرار. العبيد هؤلاء تظاهروا ضد هذا الحاكم، نحن نريد العبودية، نريد العبودية، مو الموالي قاموا ضده، العبيد قاموا ضده. هذه عبودية تنبع من الباطن ومن الداخل. إذا واحد باطن أصبح مستعبدا، هذا جدا خطر. إحدى الأشياء المهمة التي عملها الكفار وفكر فيها الكفار هذا النوع من التبعية وهذا النوع من العبودية. أذكر لكم شاهدين. الشاهد الأول من العراق، هنالك مذكرات لامرأة يقال لها بيل، كانت جاسوسة بريطانية في العراق، مذكرات المس بيل. البريطانيين في العراق واجهوا قوة الدين وكان ثقيل عليه، إمبراطورية عظمى وحيدة في ذلك اليوم تهزم أمام مجموعة من الحفاظ. هنالك تحليل لطيف ما علينا به الآن، يقول الدول العظمى يهمها قبل كل شيء ماء وجهها، ماء الوجه جدا. وكثير من المواقف يتخذونها لهذه القضية، عندما ماء وجه دولة عظمى يراق، الدولة العظمى كيف تعيش بماء الوجه؟ بالرعب، بالهيبة الكاذبة أو الحقيقية. إذا ماء وجهها راح، إذا هيبتها راحت، يعني أنت. هذا بحث طويل ما علينا به. فكروا أنه ماذا نعمل في هذه المذكرات؟ تقول فكرنا أن نفصل المجتمع عن العلماء، علماؤهم، علماء الدين، رجال الدين، مراجع التقليد. بماذا؟ بالمدارس الحديثة، هذا هو حلنا. هذه المدارس الحديثة ماذا تربي؟ هذا العقل الذي تخلقه. بريطانيا كانت تأخذ أولاد رؤساء العشائر والأفراد المهمين، كانوا يأخذوهم إلى إسطنبول بحجة التربية العسكرية، كانوا يشحنون عقولهم، ما كانت فقط تربية عسكرية، الأهم من ذلك كان التربية الفكرية.
يعني هذا يتحول إلى واحد فكره فكر الحكومة الغربية. أنتوا إذا تشوفون تاريخ الثلاثينات والأربعينات في العراق، النواب المهمين، الوزراء المهمين، رؤساء الجيش المهمين، كلهم أو كثير منهم خريج هذه المدرسة، يجي بهذه العقلية يحكم البلد الإسلامي. هذه التجربة الأولى. التجربة الثانية في إيران، أحد السفراء الغربيين له تقرير حول إيران، يقول: نحن مشكلتنا في إيران الملا والبازار، يعني رجال الدين والسوق. إحنا أي قانون نصدره الملا يعني رجل الدين يرى أن هذا القانون مخالف للدين، فيحرك السوق، السوق تضغط على الحكومة، الحكومة ما تتمكن تطبق ذلك القانون. إحنا مشكلتنا مشكلة الملا والبازار، والحل في ذلك أن نضعف التجار. إضعاف التجار هذه خطة استعمارية. تاجر جدا، الآن تجارة العالم كثير منها بيد اليهود، التاجر له دور مهم جدا، ورجال الدين، إضعاف السوق وإضعاف نفوذ رجال الدين، والطريقة لذلك طرق منها صنع المدارس الحديثة. الوالد رحمة الله عليه يقول: كان هنالك وزير معارف في العراق يقال له خليل كن، معروف، وكان وزير للمعارف في 5 دورات متعاقبة، جدا مهم. الوالد يقول: ذهبنا عنده فرحب بنا، فبدأنا الحديث بهذا النحو. قال النبي صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي، الأمراء والعلماء. وأنت من الأمراء، كأمير من الأمراء. قال: الأمراء وأنا منهم أكثرهم مصالحين. بعدين قال: شنو تردون؟ قلنا: نريد أن نتحدث معك حول المناهج، مناهج التعليم. قال: تفضل. قلنا: هذه المناهج الموجودة، أنت الآن وزير المعارف، هذه المناهج الموجودة لا تدرس الدين، فيها صلاة، فيها صيام، ولكن الدين لا ينحصر في الصلاة والصيام. قال: شنو تردون مثلا؟ قلنا: الجانب السياسي في الإسلام مهمل بالمر، الجانب الاقتصادي في الإسلام مهمل بالمر، الجانب الاجتماعي في الإسلام مهمل بالمر، نظرة الدين إلى الكون والحياة مهملة بالمر، الرؤية الكلية. ويقول: فصلت له في ذلك. الوالد يقول: فضحك الرجل وقال: أنا اللي وزير المعارف لا أعرف من هذه الأشياء
أي شيء. هاي هي المشكلة، وزير المعارف لا يعرف شيئا. اللي يدرس في المدارس ما هو؟ الاقتصاد الغربي، السياسة الغربية، الاجتماع الغربي، علم النفس الغربي، كله أفكار جاهزة ومقولبة. هذا الطالب عندما يكبر، هذا رجل اسمه مسلم ولكن عقليته عقلية غربي، تفكيره تفكير غرب، منطلقاته في الحياة منطلقات غربي. ولذلك يقود البلاد إلى الغرب. طبيعي. المحور الثالث، ماذا نعمل؟ باختصار شديد إن شاء الله، هنالك ثلاثة أشياء. الشيء الأول إنشاء المعاهد التعليمية. هذه القضية في الواقع قضية جدا مهمة وأغلبنا غافلون عنها. المعاهد التعليمية يعني ابتداء من الابتدائية وانتهاء إلى الجامعة. تقولون ما نقدر؟ الجواب نقدر، نتمكن، رجال الدين لهم كلمتهم، التجار الموجودون. حتى إذا واحد يفكر من الناحية التجارية في هذا المطلب، هذا عمل تجاري قبل أن يكون عملا دينيا. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الغرب واجهوا هذه المشكلة. نحن الشيعة مع الأسف قليل التوجه إلى هذه النقطة المهمة. الابن أو البنت عندما يذهب إلى الابتدائية أو الثانوية أو الجامعة الغربية كيف ينشأ؟ ما هي المطالب التي يتلقاها؟ من احتاج إلى معاهد؟ كم عدنا في بلاد الغرب وكم عدنا في بلادنا؟ الآن العراق ما يحتاج إلى معاهد تعليمية موجهة. إحنا ما نتمكن نعمل هذا العمل ولو في حدود. إذا نصغر هذه القضية جدا، من نتمكن أن نقوم بدورات في هذه العطلة الصيفية؟ كم هذه مؤثرة؟ الوالد رحمه الله أول ما أجي إلى الكويت أنشأ دورات، وفضيلة الشيخ كان أحد الأساتذة في تلك الدورة، دورات في العطلة. الأطفال الذين نموا الآن كثير من المتدينين في الكويت من نتائج تلك الدورة. نقل لي أحد الإخوة، هذه القضية في الواقع جدا قضية مؤسفة، ولكن حتى نعرف حجم هذا الخطر، قال إحدى العوائل المتدينة العريقة التي هاجرت إلى الغرب جدا متدينة وجدا عريق، هذا الطفل شنو يعملون؟ هاي الطفلة ماذا يعملون به؟ يخلوها في البيت؟ يمكن تخلون الطفل في البيت وأنتم تقومون بتعليمه؟ واحد يضطر إما أن يبعث أولاده إلى المعاهد الغربية الكافرة
أو إلى المعاهد الوهابية أو يخليه بالبيت، ماذا يعمل؟ كثير من الآباء بعثوا أولادهم وبناتهم إلى المعاهد الغربية الكافرة. يقول هذا الرجل في يوم من أيام بالبيت وإذا بالباب تطرق، يفتح الباب وإذا يشوف فد واحد زنجي عملاق واقف باب البيت، يقول له ماذا تريد؟ يقول أنه أنا صديق بنتك، بنتك كانت تروح إلى الجامعة أو مثلا ثانوية وأريد أشوف. هذا الرجل تفور في عروقه دماء الحمية والغيرة ويصفعه. هذا الخطر في بلادنا موجود. جامعات العراق بعد أيام إذا إحنا نغفل تنشئ مثل هذا. إذا نغفل يروح هذا الرجل بعد دقائق 20 دقيقة أكثر أقل، الباب تطرق مرة ثانية، يفتح الباب يشوف ذاك الرجل الزنجي العملاق ويا الشرطي. الشرطي يقول أنه أنت حكمك السجن، ليش صفعت هذا الرجل؟ ولكن هذا عفى عنك، الآن طريقين أمامك، إما أنه خلي بنتك تجي ويا هذا تروح، وإما خلي هذا يدخل في بيتك. واحد بأي مناسبة تقف أمام حرية بنتك؟ شوي فكر، إذا تروح هاي البنية وين تروح؟ ما الذي يجري عليها؟ قال لا خلي يجي للداخل. اجى للداخل، اجى قعد امام هذا الزنجي، توسل اليه، ضرع اليه، اللي تشهد الشهاده. ذاك بكراهه تشهد الشهاده. المهم وعقد بينهما عقدا ظاهريا حتى تكون زوجته مثلا، لا يكون واحد مسيحي أو كافر يأخذ امرأة مسلمة. هاي بنت من عائلة عريقة موغلة في العراقة والتدين. شقد عندنا من هذه النماذج في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق؟ ليش نروح إلى بلاد الغرب؟ في بلادنا ماكو هاي الأشياء. الفتيات الهاربات ما تحولت مشكلة في هذا البلد؟ إحدى الظواهر المعقدة في هذا البلد مشكلة الفتيات الهاربات، تهرب تروح. تجربة الحفاظ والحافظات في كربلاء كثير منكم شفتوا، أو مجموعة منكم اللي أدركوا ذلك العهد. ينقل أنه كان حوالي 3000 بين طالب وطالب كانوا ينشأون في هذه المعاهد على العلوم التقليدية، العلوم الدينية والعلوم الدنيوية إذا صح التعبير. القرآن يعلم، التفسير يعلم، التاريخ الصحيح يعلم، الكيمياء والفيزياء واللغة وكذا يعلم. شفتوا نتائج تلك التربية؟ هؤلاء الذين انتشروا في شرق الدنيا وغربها وكانوا حملة لواء الإمام الحسين صلوات الله عليه في ذلك الظلام، في ظلام الكفر، دول نتائج شنو كانوا؟ نتاج تلك الأجواء.
نتاج الحفاظ والحافظات، يعني من العوامل المؤثرة. نقل لي قبل أيام أحد الإخوة أنه جماعة من الشيعة في إحدى البلاد الغربية، شفت كلش فكرة جيدة، قالوا إحنا أولادنا وبناتنا في خطر، إذا يروحون للبحر خطر، إذا يروحون إلى المسابح الغربية في خطر خطر. النظرة الواحدة قد تكون مؤثرة. الله تعالى في القرآن الكريم يقول واجعلوا بيوتكم قبلة. بعض قائلين معنى هذه الآية الكريمة يعني بعضها مقابل البعض الآخر، لا تتطشروا في المجتمع، إذا اتطشرتوا في المجتمع يذوبون في المجتمع، تكونون في مكان، هنا حسينيتكم، هنا مسجدكم، هنا النادي الرياضي، قبلة بعضها مقابل البعض الآخر خطر. إن قل لهم لا تروحون للمسابح، لا تروحون للبحر، ما يمكن. شاب يريد يتحرك، يقول فهؤلاء بنوا لهم مسبحا في ذلك البلد الغربي كلفهم 3.5 مليون بوند لحفظ أولادهم وبناتهم. وفعلا كان يقول أنه هذا كان من العوامل المؤثرة. هذا الشاب اللي يروح، الراديو اللي يسمعه كل انحراف وظلام، التلفزيون اللي يشوفه كل جو موبوء، بالشارع عندما يمشي كل مناظر غير طبيعية، الجريدة التي يقرأها، القناة الفضائية، أكو فد عبارة في كتاب اللمعة كنا نقرأها، ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد في كتاب الحج، هذا يسمع الانحراف، يرى الانحراف، يمشي على الانحراف، ينام في الانحراف. الله تعالى يقول في آية أخرى وأحاطت به خطيئته، الخطيئة تحيط به من كل جانب، هذا كيف ينجو؟ فإذا المطلب الأول الذي نحتاج إليه في مواجهة التبعية الثقافية والذوبان الثقافي، المعاهد العلمية الموجهة بمقدار الإمكان. إذا ما تمكننا من ذلك على الأقل الدورات، الدورات جدا مؤثرة وجدا مربي، كل بمقداره. هذا المطلب الأول، المعاهد العلمية الموجهة. ثانياً البدائل الفكرية، ما هو البديل الفكري؟ هذا شغلكم أنتم رجال الدين، علماء الدين. هذا الاقتصاد غلط، ما هو الصحيح؟ هذه السياسة خطأ، ما هي السياسة الصحيحة؟ هذا علم النفس اللي يدرس في الجامعات خطأ كثير منه، ما هو الصحيح؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى تخصص، ويحتاج إلى مداومة. الإمام الصادق صلوات الله عليه ربى مجموعة من تلاميذه، واحد عندما يجي تريد علم الكلام عليك بهشام ابن الحكم،
هشام بن الحكم كان يبحث وياه حتى يغلبه. تريد الفقه هذا زرارة، تريد العلم الكذائي فلان، واحد منا يتخصص في الاقتصاد. هذه القضية تحتاج إلى مباني فقهية، تحتاج إلى مباني أصولية، تحتاج إلى اطلاع على الصغريات الخارجية، لأنه بيان الحكم كما يحتاج إلى معرفة الكبرى يحتاج أيضا إلى معرفة الصغريات الخارجية. هذا شغلنا إحنا. واحد يمشي في خط الاقتصاد فكريا ونظريا، واحد يمشي في الخط السياسي فكريا ونظريا، واحد يمشي في الخط الاجتماعي فكريا ونظريا، واحد يمشي في خط علم الاجتماع. الآن علم الاجتماع مليء من النظريات الإلحادية، نظريات الإلحادية هذه ما تحتاج في قبالها إلى نظريات إسلامية. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث والأخير، أكو فد إشكال على الشريف الرضي رحمة الله عليه، أنه ليش كتب نهج البلاغة؟ هذا إشكال بعض يطرح، هذا مو نهج البلاغة، هذا نهج الحياة، هذا الإشكال مو وارد. الشريف الرضي هذه النظرية كان أحد العلماء يذكرها، وجدا نظرية حلوة. الأدب له دور مهم جدا، الأدب والفن جدا مهم. الشريف الرضي الواقعيات، الحقائق الواقعية نقلها عبر الأدب، يعني بلاغة نهج البلاغة، اختار القمم البلاغية مو كل كلمة، لأن الأئمة صلوات الله عليهم أحياناً كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم، فكانوا يضطرون أن يتكلموا بلغتهم. الروائع القمم من الناحية التعبيرية جمعها في هذا. ولذلك الآن إذا أكو 10 كتب هي الأول في العالم الإسلامي، لعل منها نهج البلاغة، لعله الكتاب الرابع يكون، الكتاب الخامس يكون، من ناحية الانتشار والإقبال والتأثير والحفظ. جدا الأدب مهم، الفن مهم. إحنا المتدينين كثير منا غفلنا عن هذا، والأدب والفن إحدى الأشياء التي تصوغ العقليات. تعلمون هاي أفلام الكارتون إيش قد مؤثرة في عقليات الأطفال، وتعلمون أن هذه الأفلام كثير منها يحمل قيم الحضارة الغربية. هاي قضية مهمة، قيم الحضارة، كل حضارة لها قيم، هذه الأفلام تعبر عن تلك القيم وتنقل إلى أولادنا اللي عمرهم 4 أعوام وخمس أعوام تلك القيم من حيث لا يشعر. هذا الطفل ينشأ في تلك القيم. قبل كم يوم نشر كتاب في الغرب
امرأة غربية كاتبة هذا الكتاب في مكان كان مكتوب أنه في اليومين الأولين من نشر هذا الكتاب بيع من هذا الكتاب قصة هذا الكتاب قصة امرأة كاتبت بيع منه في اليومين الأولين 8,600,000 نسخة من هذا الكتاب يعني معدل كل يوم 4,300,000 احنا كتبنا يطبع منها 2,000 3,000 واية 10,000 كل يوم 4,300,000 نسخة بيع كان منشور تقرير حول ذلك يقول المكتبات تعمل ليل نهار لأنه طابور أكو طابور ليش لأنه يردون يشترون هاي هذا الكتاب تعمل ليل نهار ما تغلق أبواب هاي مؤثر هذا بإمكان الشعر مهم جدا الشعر جدا الأدب جدا مهم القصة جدا مهم الفيلم جدا مهم قبل كم يوم نقل لي أحد المؤمنين أنه جابوا لي فيلم حول الصديقة الكبرى صلوات الله أحد الشباب مسوي هذا يعني لا تقولون هاي أشياء إحنا ما نتمكن ليش إحنا نتمكن أي واحد يتمكن هاي الأشياء تحتاج إلى توجه فيلم حول الصديقة الكبرى صلوات الله عليه أشعار كذا مجموعة مبتدئين قال أنه فكرت أنه أفضل شيء أودي هذا الفيلم لطفلي طفل حدود 5 أعوام يقول يوم من الأيام دخلت الغرفة شفت هذا الطفل دا يطالع هذا الفيلم لابد هواية منه ما يفتهم هذا المقدار اللي مفتهم كان يقول وهو يبكي كالمطر هذا الطفل فيلم ما عنده إخراج فني جيد لأن مو شغلهم شوفوا الغربيين شنو دا يعملون بالعالم بهذه الأفلام بهذه الكتب بهذه الروايات واحد لا يقول أنه من تمكن أنقل لكم هذا عن العام حفظه الله وأختم الموضوع كلامنا أنه نتمكن لكن واحد يجب أن يدخل في خط الإنتاج العام حفظه الله كان يقول أنه الكتب الفقهية أنا أختصر بيان هذا المطلب الكتب الفقهية المؤلفة من عهد الشيخ المفيد إلى هذا اليوم من كتاب المقنعة للشيخ المفيد إلى العروة الوثقى إلى الرسائل العملية هذه تبتني على مجموعة من الروايات روايات أهل البيت لأن عمدة الدليل في الفقه هو الدليل الثاني الأخبار الروايات العمدة من حيث مقصودي الكثرة والتنوع وبيان التفاصيل وإلا القرآن الكريم يقع في الرتبة الأولى ولكن القرآن الكريم في كثير من القضايا أجمل إجمال هذه الروايات تبتني على مجموعة من الثقات الذين نقلوا لنا هذه الروايات أكو هنالك مجموعة هؤلاء نقلوا كثير من الروايات وهؤلاء من كبار الثقات زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين وأكثر من 10 من إخوان زرارة وعندهم أخت واحدة هؤلاء من الرواة الأجلاء الثقات
العم كان يقول أنا أخمن أن خمس فقهنا يبتني على هؤلاء، يعني زرارة وإخوانه وأخته، هذه المجموعة، تخمين طبعا، هذا خمس فقهنا يعني عباداتنا التي نقوم بها، صلاتنا، حجنا، صيامنا، خمسه تقريبا تخمينا يبتني على هذه المجموعة. تعلمون من الذي جلب هذه المجموعة إلى حظيرة الإيمان؟ ما كانوا مؤمنين، زرارة ما كان مؤمن، حمران ما كان مؤمن، إخوانه ما كانوا مؤمنين، أختهم ما كانت مؤمنة. منو جلبهم؟ رأس الخيط شاب أفغاني يقال له أبو خالد الكابولي، هذا هو رأس الخيط في جلب هؤلاء إلى نور الإيمان. يعني شوفوا فد شاب أفغاني إشلون إلى أثر وشلون إلى امتداد تاريخي من قبل 1400 عام تقريبا إلى هذا اليوم، ولعله إلى يوم القيامة. أبو خالد الكابولي، واحد يقول أنا ما أتمكن، أنا ما أقدر، الله تعالى ربما يأتي بأبو خالد الكابولي أمامنا يوم القيامة ويقول هذا تمكن وأنتم لعلكم كنتم أكثر قدرة. نحن في الواقع ينبغي علينا بالتوكل على الله والاستمداد منه والاستعانة بأوليائه الطاهرين أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينور.